الأستاذ كمال محرير، حظيت اليوم بالثقة المولوية السامية بتعييني وتنصيبي على رأس هذا المرفق القضائي بهذه الربوع المباركة مدينة واد الذهب، وأعتبر هذا اليوم يوما تاريخيا بحضور جميع المسؤولين المصالح الخارجية بالمدينة وكذلك الهيئات المنتخبة وفعالية المجتمع المدني ورجال الإعلام والصحافة والسادة المحامون، وتشرفت كثيرا بهذا الحضور الكريم الذي إن عبر إنما يعبر عن حسن استقبال وعن طيبوبة سكان هذه المنطقة وكذلك المسؤولي العاملين بهذه المنطقة. وهذه المسؤولية التي حدثت بها أعتبرها مثابة التزام وميثاق غليظ أتعهد وأعهدكم أمام الله في هذا اليوم أن أقوم بكل ما أوتيت من مجهودات في الميدان القضائي لأقوم بالرقي لهذا المرفق القضائي بهذه الربوع السعيدة، وذلك في إطار برنامج عمل يستهدف في إطار الأولويات تحيين معلومات القضائية حتى في إطار نوع من الشفافية حتى يتمكن المتقاضون من الوصول إلى وتتبع ملفاتهم القضائية عبر السيت ويب أو معروف السيت ويب. ونسهر بكل مجهوداتنا المعية ومساعدة كتاب الضبط والأجهزة التقنية بهذه المحكمة على مواكبة وزارة العدل في هذا التحيين. بطبيعة الحال الكل يعلم أن المواطن له الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة والهيئات المنتخبة وكذلك أجهزة الدولة، ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا في إطار القانون وفق المادة 23 من الدستور 23 يوليو 2011. ونحن في إطار هذه الأولويات نسهر كذلك على تتبع السادة أطر كتاب الضبط للمحافظة على هذه الوسائل وتمكين متقاضون الوصول إلى معلوماتهم في منازلهم أو أينما حلوا وارتحلوا دون تكبد عناء انتقالي للمحكمة، وتتبع كذلك ملفاتهم عن طريق دفاعهم. هذه من بين أولويات. الأولوية الأخرى التي نحددها في هذا البرنامج تهدف إلى مواكبة وزارة العدل فيما وضعته بمؤشرات والأعمال الافتراضية للملفات القضائية في ميدان الزجري والميدان المدني، ونسهر كذلك على تتبع وتدبير الملفات القضائية دون المساس بالمسائل المسطرية وتصريفها بشكل يكفل تصريف القضايا المدنية والزجرية منذ ولادتها لحين تركينها بطبيعة الحال تنفيذها، وذلك بجعل الأجل والبث في الملفات القضائية يحقق النجاعة والسرعة في الأداء القضائي. أيضا بين الأولويات التي سوف نسهر عليها تخليق المرفق القضائي، وبطبيعة الحال فإننا نتوفر على نخبة من القضاة الشباب المتميزين بأدائهم وظيفي وأخلاقهم، وكذلك على أطر وموظفي كتاب الضبط الذين يقومون بأداء مهامهم بكل أمانة وكل إخلاص. والحمد لله نحن نسعى إلى الرقي بهذه المحكمة من الحسن إلى الأحسن، ونسأل الله التوفيق.